اليوم كيف ما جميع ساكنة مولاي رشيد والشعب المغربي كافة، كنتفاجأ أن سي مصطفى الحياة الرئيس السابق لمجلس مقاطعة مولاي رشيد والنائب الحالي للرئيس الحالي، كنتفاجأ أنه تيذكر الاسم ديالي. اتصلوا بيا شي إخوان صحفيين قالوا لي واش طرد، قلت لهم علاش غنرد، قالوا لي راه كان شي لايف ديال حزب العدالة والتنمية، وانا استبعدت ان السي مصطفى الحياة مازال يكون عنده الوجه كيفاش يقابل هاد الاعضاء اللي خانهم وكيفاش غيقابل ساكنة مولاي رشيد. والدليل راه التعليقات ديال على الندوة ديالهم، الى لقى فيهم مثلا غير شي تصريح واحد ايجابي راه نقدر انا نقدم الاستقالة ديالي. سي مصطفى الحياة قلتي ان بديتي كتذكر الاسم ديالي، كتحاول تذكر الاسم ديالي، وقلتي الملابس ديالك والحقيبه ديالك كانت عند التواتي. اولا التواتي راه عضو الغرفه المهنيه اللي صوتوا عليه المهنيين، وعضو مستشار جمعي صوتت عليه الساكنه ديال مولاي رشيد، وكان عندنا ترتيب احسن منك السي مصطفى الحياة اللي قلتي انت كنتي كتسير 80% من ميزانية الدار البيضاء، يعني كانوا عندك الآليات والوسائل باش تخدم الساكنة باش يعاودوا يصوتوا عليك باش على الأقل تكون في المراتب الثلاثة الأولى. ولكن الترتيب ديالك كيبين أن الناس كيفاش جاوبات عليك في الانتخابات. 80% ميزانية الدار البيضاء شنو استفدت منها مقاطعة مولاي رشيد؟ يكفي راه واحد الميكرو خطوة كان دارت يمكن قناة أنفاس بريس، وشافوا الحالة التي زعما صراحة كترجعنا لواحد العصور القديمة مقارنة مع المقاطعات الأخرى. سي مصطفى الحياة قلتي أنك أنت خليتي عندي الحقيبة ديالك، أنا الحقيبة ديالك ما كنعرفهاش كاع كيفاش دايرة، بحالي بحال جميع الصحفيين وبحال جميع الناس اللي تابعوا داك اللايف، كنكتشفوا كيفاش الحقيبة ديالك وشنو المحتويات ديالها، لانك خليتها عند السي عبد الله الشيكر في الفيلا ديالو، ما خليتهاش عندي في السياره، لانني انا ما كتربطني بك حتى شي حاجه في البدايه، لان 3 ايام من بعد الانتخابات جيت لقيتك انت كاين في الفيلا ديال السي عبد الله الشيكر، وكنتي جالس كواحد من العائله ديالو، وبالمناسبه راك كنتي انت حالف ديالو قبل الانتخابات، كنتي كتنسق باش دير معاه التحالف قبل الانتخابات، يعني راه كتربطك به علاقه. لذلك انت كنتي كتدخل بالفاليزه ديالك وتخرج وتمشي فيما بغيتي، حنا ما كناش حابسينك. وبالنسبه للهواتف ديالك انت كنتي كتركز على ان خاص كلشي يخلي الهواتف ديالو، وكنتي كتحط الهواتف ديالك بمحض الاراده ديالك. والسي مصطفى الحياة بركه من الكذوب، راه ما بقاش عندك الوجه باش غادي تقابل هذوك 14 العضو اللي خنتيهم، وما بقاش عندك الوجه باش تقابل الساكنه ديال مولاي رشيد. كنتي تخرج من الباب الكبير، وكنتي واخا صراحه راه صعيب باش تخرج من الباب الكبير، لانك همشتي المنطقه وكنتي كتقوي الناس ديالك، وهذا الشيء ماشي انا اللي تيقولوا الجمعيات المجتمع المدني. سي مصطفى الحياة كيفاش كتحس وانت كتجبد السميه ديالي في واحد الحاجه اللي هي كذوب، انك خليتي كتحاول تلمع الصوره ديالك، انك ما خليتيش الملابس ديالك وهربتي، راك هربتي وخليتي الكاتب الاقليمي ديال حزب التقدم الاشتراكي قلتي ليه وصلني وخليتوه كيتسنى، وهذه ماشي اخلاقيه، لان انت كنتي كتسنى شي عرض ربما ما عطيناش لك حنا، اما النواب اللي غتخدم بهم في الساكنه راه عطاك السي عبد الاله الشيكر وحزب التقدم الاشتراكي والتحالف عطاوك ثلاثه النواب، ولكن انت ربما كنتي كتقلب على حاجه اخرى. وربما راه خرج واحد التسريب ديال اللايف ديال تسليم السلطات، كيفاش تعاملتي مع نائب الرئيس اللي معاك في نفس اللي كنقولوا اغلبيه، اما المعارضه راه معارضه قويه متجانسه، انت جاوبتي بواحد الجواب نائب جاوبتي ماشي سوقك، سولك على شي حاجه المعلومه، هذا كيبين كيفاش انت كنتي ديكتاتوري وكيفاش انت ظنيتي انك غتبقى خالدا فيها، ولكن راه جاوبك الشعب، جاوبتك ساكنة مولاي رشيد، وتلفيتي على الديمقراطية وبقيتي عاطينا الأمان إلى آخر ليلة، ومشيتي للجهة الأخرى ومشات لنا الرئاسة بسبب ديالك أنت، لأنك خائن، لأننا كنا مستبعدين أنك تخوننا.
سي مصطفى الحياه كيفاش كيفاش تقابل العائله ديالك، كيفاش تقابل صحابك، كيفاش تقابلنا حنا كاعضاء، كيفاش لو جات تقدر تشوف فينا عينك في عيني وانت كتكذب كتقول لهم راه خليتي الفاليزه عندي. وبالمناسبه قول الصديق ديالك الكاتب الاقليمي اللي ما جبتوهاش في الندوه ديالكم راه حتى هو خلى الفاليزه ديالو ماشي عندي انا كما تكذب، راه خلاها في الفيلا ديال السي عبد الله الشيكر اللي الزوجه الماسونه ديالو كانت كتقلب ديال من هذه الفاليزه، لدرجه كنتو كتدخلوا تخرجوا بحال العائله ما شفناش كاع الفاليزات ديالكم اش فيهم، واش ديالكم ولا ماشي ديالكم. عاد انت صيفطتي اللي كيسول على الفاليزه ديالك وما تجرأتيش تقولها في الندوه. الفاليزه ديالك السيد الكاتب الاقليمي اللي حنا قلنا راك راجل معقول وجيتي كتاكد الكذب ديال السي مصطفى الحياه اللي تكذب على المباشر وكيفاش هو كيحس انه تكذب، هالفاليزه ديالك جيت تاخذها راه حتى هي غتسلم للسلطات. وشكرا.